طابت اوقاتكم مشاهدينا مشاهدي قناه النهار العراق الفضائيه، واهلا وسهلا بكم. وهاي الحكايه اللي طق بطق. بدايه انا اشكر سيد محافظ واسط اللي قبل فتره كنت اتحدث عن حجزه للشرطي. السيد المحافظ استجاب الى برنامج الحشاية طق بطق واطلق سراحه لهذا الشرطي، وبنفس الوقت يعني حاول يطيب خاطره او طيب خاطره. بس هذه القضيه يعني سيد المحافظ احنا نشكرك عليها، نشكرك انه رجعت الحق كما هو حق. لكن اكو مواطنه الحقيقه، مواطنه هذه تسكن بالتجاوز، نعم، هاي المواطنة طلعوها من بيتها متجاوزها وصارت بيها جلطة اسمها سامية البنية المرة، وصارت شردت من بيتها لأنه هي متجاوزة، فهدموا البيت مال التجاوز، وبالنتيجة المرأة صارت جلطة وبالمستشفى ما تقدر تغادر المستشفى لأنه وضعها أنه ما عندها مأوى. سيادة المحافظ أيضا هاي في عنقك، هاي بنت الكوت، مرأة من الكوت، عائلة من الكوت، ما المفروض تشرد، ما المفروض يعني حتى لو هي كانت قاعدة بالحواسم، هو جبرها على الحواسم، جبرها على الحواسم إن ماكو، جبرها على الحواسم أنه هي امرأة ما تملك يعني فلوس تأجر، فانجبرت على الحواس. اخوان المحافظين مجالس المحافظات، انا ضد الحواس لكنه اصبحت واقع حال، اصبحت واقع حال، وهذول هسه وين يروحون؟ صاروا عوائل بالالاف، يعني في معسكر رشيد اكو بحدود 3000 عائله، بغير مكان اكو 100 و200 و300 و500 وهكذا في بقيه المحافظات. ولا ننسى انه اكو ايضا عمليه اللاجئين اللي لجأوا من المحافظات اللي عصابة هروبا من عصابات داعش، هاي يعني ناس لجأوا صاروا لاجئين في بلدهم. فاحنا المفروض انه كمجالس محافظات كمحافظين على الاقل توفر لهم السكن. احنا طلبنا على اساس انه كانت اكو محافظة بغداد تسوي للاجئين مجمعات سكنية، ما اعرف بعد مصيرها شنو. بقية المحافظات يعني خلوا الناس الان في وضعهم الى ان يعني ظروف البلد تتحسن، محافظاتهم يتحسن وضعهم، على الاقل هذول الناس يعني وضعهم الان هو في حواسم، هو بائس، وضعه بائس. احنا ما نقول ملكوهم، لكنه احنا ايضا ضد انه يشيلوهم بطريقه قسريه. يعني من الممكن ان تجدوا لهم الحلول، يعني تجد الحل، كان تكون عنده كرفان، كان يكون عنده فد مكان يسوي لها بيته به، لان هذا يعني ابن الشعب، ابن البلد، يعني ما يجوز احنا نذبه بالشارع. احنا بالعكس احنا المفروض نأويهم، يعني وهذا جزء من واجب الحكومه، واجب الدوله على المواطن توفر له مكان سكن، خو ما تبيته بالشارع، خو ما تخليهم مشردين عراة، ما يصير يا اخوان. يعني هو احنا البيت هو المكان اللي دا يسوي حواسب، صح هو حواسب، ما دا نقول هو مو حواسب، اولا ما دا ينخدم على حواسب، لا ماي، لا خدمات بلدية، لا مدارس، لا صحة، لا توفير مستلزمات اخرى، هاي رقم واحد. زين هم هاي وهم يجي فلشة، يعني ما يصير اني باوع على العراق الفقير، اني ما باوع على العراق اللي عنده امكانية، هذا والله نقول هو عنده امكانيه ممكن انه يروح ياجر، يروح يشتري، يروح يقعد، هذا مو مشكله. بس المشكله بالبقيه، ايضا المشكله بالبقيه في اسعار الدور، اسعار الايجارات، خاصه لما جو اللاجئين، يعني اخواننا ابنائنا من محافظه الانبار، من محافظه الموصل، من محافظه تكريت، من دياله، من تهجروا من مناطقهم، من بيوتهم، من سكنهم، جو يريدون خم يقعدون حواسب، وناس يعني حاولوا انه ياجرون،
العملية صارت زيادة بأسعار الإيجارات. الإيجار اللي المكان كان ب400 و500 صار ب700 و800. ما يصير إخوان، ما يصير نستغل ظرف، ظرف يمر به عراقي نستغله على مود منافعنا الشخصية. هاي عيب، هذا إني عيب، ومو من شيمنا، مو من شيم العراقي. العراقي ابن البلد يشوف ابن بلده محتاج، والله قاعدة ببلاش، والله قاعدة بأجر رمزي. ما يصير، ما يصير. احنا من فوق ما هو مبتلي احنا هم نبتلي. ما يصير اخوان المواطنين، اخوان المتمكنين، اذا عندكم مكان تقعدون به ذول الناس قعدوهم، قعدوهم اخوان، الله ترى يحاسبكم بعدين. يعني هاي ما يصير. والدولة، الدولة لازم تخلي قرار، تضع قرارات بالنسبة للمستأجرين. ما يجوز، ما يجوز هذا، هاي العشوائية باختيار الاسعار. ما يخالف، اكو قضية يعني حتى لو تحدد المناطق، حتى لو بشكل عن طريق توجيه قيادة العمليات، هاي المنطقة مثلا بيها ب500، ذيك مثلا ب600، ذيك ب400. اخوان احنا لازم نتساهل، احنا بيناتنا كشعب لازم واحد يدير باله على الاخ. ما يصير هاي، هاي استغلال الفرص، استغلال الفرص لما الوضع الاقتصادي يكون زين، لما يكون وضع البلد امين جيد، من يكون اكو حركه جيده بالبلد، ذاك الوقت مو مشكله. بس هسه احنا، احنا بحاله مرض، بحاله انه عندنا خلل، خلل في وضعنا كاقتصاد، عندنا موضوع الامن بخلل، عندنا ناسنا مهجرين. هذا هذا مو زيد الغرقان غطه. اخوان ما يصير، ما يصير، وهاي عيب مو من شيمنا. عندنا مشكلة كبيرة بمصرف الرافدين. سيد مدير عام مصرف الرافدين استاذ باسم الحسني. طبعا اكو موظفين يقدمون على سلفة الميت راتب، او يعني السلف 5 مليون او 10 مليون قدموها. طبعا هاي ترفض، بس اللي عنده واسطات ويدفع رشاوي ويدفع فلوس، يعني الان اكو مكتب المدير العام سيد باسم الحسني وجماعته اللي داير ما دايره، تريد 100 راتب 50 مليون، اخذ منك مليون، فوتوا له يوميا 100 معامله للسيد المدير العام ياخذون لهم 100 مليون. هاي تدري بيها استاذ؟ ما تدري بيها. فقط عندنا تحويل المبالغ، مبالغ هاي اللي عن طريق الخطا، طبعا انتم ما تعرفون هذا تحويل المبلغ عن طريق الخطا بي بالايام فوائد، بالايام باليوم واحد فوائد. يعني اذا الرقم خلينا نقول فد 100 مليون دولار، شوف ايش قد الفائده باليوم مالته، ايش قد الفائده مالته. 100 مليون دولار تطلع لها كذا مبلغ باليوم. اذا صارت عندك الايام 3 ايام و4 ايام ايش قد تصير؟ والله ها غلطنا بالتحويل. اخوان هاي مال غلط بالتحويل عوفوها، جوزوا من عندها، اكو ملفات اخرى راح اكشفها، راح اكشفها واعرفها انا، وجايتني بالتسلسل. اخوان هاي عيب. استاذ باسم الحسني اسمعني زين، اسمعني زين زين، وداوم بدائرتك زين. ما معقوله انت بالاسبوع تداوم 4 ايام وثلاث ايام مسافر العمان. العمان شلون سافرت العمان؟ عفوا، هاي رايح غادي العمان ثلاث ايام، عائلتك هناك. سيد وزير الماليه تدري بهذا الموضوع؟ مدير اكبر مصرف في العراق، مصرف الرافدين، مدير عامه، يداوم 4 ايام، 4 ايام بالاسبوع. طيب هم المدراء العامين احنا نطالبهم يداومون صبح وعصر، صبح وعصر، يلا يلحقون. بعدين الخدمة المصرفية خدمة مهمة للمواطن، شلون انت 3 ايام خارج العراق وعائلتك خارج العراق، وهاي فلوس السفر مالتك منين؟ فلوس السفر الاسبوعية. سيد وزير المالية تدري بهذا الموضوع؟ بس اخاف مطمطمين انتم بيناتكم، والله ما ادري، ما ادري، يجوز مطمطمة بيناتكم، ما اعرف. المهم، المهم اكو مليارات دنانية تتحول من مصرف الرافدين الى مصارف الاهلية. والله ها غلط، وقلت لكم هذا الموضوع به هواية تفاصيل. زين يعني ما يعني يعني هاي المواطن البسيط ما يقدر ياخذ ال 100 مليون، العفو ال 50 راتب، 50 مليون 100 راتب، ما يقدر لانه لازم يدفع مليون. ما يعرف ذولا عندهم جماعتهم هم اللي يلمون. استاذ باسم الحسني انتبه الى جماعتك، لو تخليها لكل العراقيين لو تمنعها نهائيا.
وهذا هو. اما انه على الناس من يم جماعتك غفور رحيم ومن يم العراقيين البقيه شديد العقاب، هاي لا، هاي جزء من عندها، هاي عيب، وهاي نصير نحكيها اعلاميا باشر نوصلها الى القضاء. عندنا بالجوازات، الباحث تحدثنا على الجوازات وعلى الاخ مدير شؤون الجوازات علي حسين صالح الجبوري، علي حسين صالح الجبوري دواء علي. طبعا اليوم جانا خبر، اعلنت السلطه القضائيه الاتحاديه عن تشكيل مكتب تحقيق قضائي في قصر القضاء في بغداد الرصافه، ينظر قضايا تزوير سمات الدخول وجوازات السفر. هاي تحدثنا بها ذاك اليوم الباحه والباحه، انه جوازات السفر شلون تطلع المزوره، ما يجي يروح يطلعوا له جواز سفر مقابل 40 او 50 ورقه. اكو مكان بالجوازات يسموه جماعه السقيفه او مجموعه السقيفه. مجموعه السقيفه ذولا نسبه الى سقيفه بني ساعده، هاي تعرفون الحادثه التاريخيه، فذولا يسموهم مجموعه السقيفه بالاسماء، عندي اسمائهم. هذول هم الاخطبوط مال الجوازات، بالرشاوي، بالتنقلات، بالنقل، بتجيب هذا خلي هذا، وهاي هلقة حصتي وهلقة حصتي. مجموعة السقيفة عندي، وإذا تريد أدي عليك اسمائهم أدي عليك اسمائهم. وأني هذا الموضوع حوصله السيد وزير الداخلية. جوز وخلي يجوزون جماعتك ويزعات، كافي كافي وكافي، فاحة الريحة. وقلت لكم قبل هاي، قلت لكم ترى أني حظلت أتابعكم، وعندي الآن أشياء عليكم تأذيكم. أنا ما أريد أذي عراقي، ما أريد أذي مواطن، ما أريد أذي، بس أقول لك كافي. يزي وجوزوا من الحرمنة، جوزوا وكافي، وباعوا على الناس واشتغلوا وياهم سواسية. لا تباعون هذا صاحب فلان وهذا مال فلان وهذا انطاني هالقد، ثني خليه يعلن، خليه يعلن عفوهن. آسيا سير، شركة آسيا سير لتقدم خدمات سيئة جدا 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 للمواطن العراقي. طبعا أنا ما دا أقول زين همينة زينة، لا زين همينة مو زينة، بس آسيا سير اللي تربح أرباح خيالية، مولداتها أبراجها ومولداتها المولدات مال الأبراج أصبحت قديمة وقامت تطلع أصوات وروائح ودخان وما يبدلوها، ومن تقول له لا بالصيانة يا بليش ما تبدل، يقول لك والله الشركة ما عندها فلوس تبدل المولدات. عيني راس يسير، صدقة على راسكم، انتم ما عندكم فلوس، من العدد اللي عنده فلوس؟ مو انتم ناهبين كل العراق، انتم ناهبين كل العراقيين، انتم ملخين كل العراقيين، ما عندكم فلوس مولدات تجيبوها جدد، ما عندكم؟ هذا حكي مو عيب يا الزعاد، ملختوا ولا تملخ؟ روحوا شوف التعرفه بالعالم ايش قد، انتم الوحيدين اللي اعلى تعرفه بالعالم، حتى بامريكا ماكو تعرفه. يزي تدري كل مواطن يصرف له ما لا يقل عن 150 الى 200 الف دينار شهريا موبايلات، ليش؟ شنو اتصاله؟ عيب، مملختوها للدنيا والنوبه فوقها، هاي الخدمه رديئه رديئه جدا. عيب يزي هاي الحرمنه يزي آسيا سير وزين، والله العظيم لو بيدي سلطان لاغلقكم، اغلقكم واغلق كل الاتصالات اللي من وراكم. عيب والله عيب، ملختون العراق، صار لكم 10 سنين تبوقون بالعراق، تبوقون بالعراقيين، انتوا عملية ابتزاز للعراقيين. يزي عيب، استحوا شوية، والنبى تقول له ما عنده فلوس الشركة تبدل مولده، انت اللي ملكيتك تفوت لها شهريا ما لا يقل عن 10 مليون دولار، ما عندك فلوس؟ شو ما عندك فلوس؟ هاي 10 مليون دولار قد شفتها بالمناسبة. عيب يعني هذا العراق،
انتوا ولو انتوا شركه اساسا يعني، حتى لو ما عندكم انتماء للعراق، حتى لو انتم عراقيين، بس على الاقل يعني انت مكان ده تاكل بيه خبزه، بيغ ترد منه بالك تسد بحجر، لا بالتعاود عليه وتخطب منه، بيغ ده تاكل منه خبزه، مكان ده تشرب من عنده ماي وتاكل من عنده خبزه ونعمه، سواكم اثرياء وهالشكل يتعاملوهم. يزي لك يزي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والتقيكم بحجاية الأخرى وهم طق بطق.